أقامت نقابة عمال الدولة والبلديات في اتحاد عمال اللاذقية احتفالية لتكريم كوكبة من الطلاب المتفوقين من أبناء العمال في مبنى اتحاد عمال محافظة اللاذقية. ميزة هذا التكريم أنهم أبناء الطبقة العاملة، هذه الطبقة التي ناضلت وتناضل وصبرت وستصبر حتى النصر بإذن الله، وهذا هو الجيل القادم، الجيل الذي سيساهم في إعادة إعمار سوريا. طلبة متفوقين سيكونوا مهندسين، أطباء إلى آخره، فكل التحية لهم ولأهلهم على هذا الصبر ولهم على هذا التفوق. نتمنى هالتكريم يكون كل عام ويكون بمثابة قانون، كل سنة يكون تكريم للعمال والمتفوقين. هذه اللفتة الرائعة نتمنى أن تتكرر بشكل سنوي لما تقدمه من حافز ودافع لأبناء الطبقة العاملة في تحقيق الأفضل والأنسب بما يساهم في بناء هذا الوطن. بين كثير لأنه هو إجا بعد تعب واجتهاد، يعني لكن مجتهد نصيب، وسنة ونص تعب هي طفنا ثمرة نجاح بهالتكريم. فرحة كبيرة بعد تعب كبير. لفتة حلوة من النقابة وفرحتنا كتير بعد تعب السنة، كانت سنة صعبة والحمد لله قدرنا نتوج بهالفرح والتعب بعد السنة وصلنا على العلامة اللي بدنا اياها. التكريم هو شيء بيحفزنا لحتى نحن نصير متفوقين أكثر وأكثر ونضل نضل بهالتفوق، وبنشكر كتير نقابة العمال على هاللفتة الحلوة. هو مثل كأني أنا تعبت كتير وهلا أخذت اللي بدي إنه عم لاقي تعبي يعني. هذا التكريم فخر إلنا طبعاً، وأولاً نشكر الأهل على التعب اللي تعبوا معنا والمدرسين كابر تدريسي كامل. بنشكر كل المعنيين بهذا التكريم اللي بحفزنا إنه نتابع دراستنا. التكريم شمل 75 طالبا وطالبة من المتفوقين من أبناء العمال في الشهادتين الثانوية والإعدادية، وذلك دعما لهؤلاء الطلبة أبناء هذه الطبقة العاملة ودعمهم ليكونوا جيل المستقبل ويساهمون في بناء سوريا.